إسراء، مو معقول هالشي. أنا رح أعملك العملية وعدتك، ورح نروح على الرحلة ورح نركب المنطاد مع بعض مثل ما وعدتك. ماشي؟ هف، بس هنن قالوا لي إنه أصلي تزوجت وما رح تجي أبدا، وأنا تركت الشغل وزوجة غني كتير. لا، ومين اللي قال هاد الحكي؟ إسراء، معقول أعمل هيك؟ صح أنا تزوجت، بس رح ضل أجي على الشغل ورح أجي وأعمل عمليتك كمان. أنا أخذت إجازة صغيرة وبس. طيب قولي لي أنت رح تجي لكان؟ يا حلوتي، تحاليلك رح تطلع بعد كم يوم وأنا رح جهز حالي بأقرب وقت. ماشي؟ بس لا تنسي شغلة، ولا شي بيمنعني أعمل عمليتك، هذا الشي لا تنسي أبداً. اتفقنا؟ وخليه جوا عقلك، لا تشيليه من تفكيرك. اتفقنا يا حلوتي؟ أنا بحبك كتير يا إسراء، سلمي على الصغار اللي بنفس الطابق. ماشي؟ ماشي رح سلم، أنا مصدقتك. مع السلامة. أهلاً، هذا أنت يا زلمة؟ تفضل، أهلاً وسهلاً. جبت لك الذخيرة. شكراً، يسلموا إيديك. قلي، عندك طابور واقف على الباب وأنت مسكر المحل؟ شكلك عم بتفوت على موقع الزواج، ما هيك؟ أنا رجل عزابي، شو فيها؟ بدي أعمل عيلة. إيه؟ عندك شي خبر حلو لإلي؟ كل الأخبار اللي بدك تعرفها صارت موجودة عندي. اسمعني منيح، هالمرة القصة مهمة كتير. الشخص يلي عم دور عليه بخص أختي. لا تزعل يا ابني، جبت لك شجرة عيلة يقيت أصلان كلها، بس أنت ما قلت لي ليش بدك هذا القرار يكون سري. ضروري كتير، لازم أعرف. هات قلي لشوف مين بيكون هذا المدعي؟ اسم أبوه نجدة أصلان. اسم أمه يتار أصلان. أخته جولسوم أصلان. وفي عندك كمان فرهاد أصلان. شو قلت؟ فرهاد أصلان بيكون أخوه. يا سيد، يا سيد لو سمحت. تفضل. أصلي شينار. أصلي شينار؟ شو هو رقم غرفة السيد فرهاد؟ قصدك زوجة السيد فرهاد؟ ليك اسمعني، صار لي عم سوق أكتر من ساعتين، لا تخليني طالع عصبيتي عليك هلأ. يلا. سيد أصلي، تفضل. أصلي لازم شوفك فورا. سنان، ليش اجيت؟ كيف يعني ليش اجيت؟ بدك توضحي لي شو اللي صار. انت بتعرف شو اللي صار، بعدين شو بدي اوضح لك مثل مو شايف. لكن تعالي وضحي لي بوشي. تعالي. روح سنان، بترجاك روح. شوفي أصلي، إذا ما أجيتي لهون بهاللحظة بحلف لك رح أعمل مشكلة. سمعتي شو عم أقول؟ تعالي فورا. يا ربي سنان. أصلي ليش؟ هم؟ كيف تعملي هيك فيني؟ يلا قوليلي. سنان بترجاك اهدى شوي، تعال نطلع برا. خلينا نقعد هون.
لازم تجي فورا يا أخي. تفضلي قولي لي شو اللي راح علي. احكي، مو متفقين انك تعرفيني على اخوكي؟ كيف هيك بيصير؟ انا ما عم بستوعب. معك حق سنان بكل شيء قلت. اصلي هلا مو هاد موضوعنا، بدي اعرف منك الحقيقه وبس. انت بتحبي له الرجال؟ كان موجود وانت معي؟ خبريني. ليش عم تبكي؟ أصلي حبيبتي خبريني بكل شي صار. سنان ما فيني أحكي شي، بعتذر منك. كنت خبرتك لو بقدر. أنا آسفة لأني خليتك تمر بكل هالشي. بترجاكي خبريني القصة، أحكي لي، أنا بدي ساعدك. يلا أحكي لي اللي صار. وين هني؟ هنيك. شو عم تعمل هون؟ فرهاد لا تعمل هيك، نحن بس عم نحكي. أنا سمحت لك شي؟ لا تعمل هذا هو فرهاد؟ اهدى. هاي اهدى ايدك ولك. اهدى ايدك. سنان استنى. لا سنان، شو عم تعمل انت ولك؟ سنان لا، لا تعمل هيك سنان. رح قلت لك، سمعتني ولا لا؟ اياك ترجع لهون. يا الله سنان، حدا يساعده، بترجعكم ساعدوه. ليش؟ ومن هاللحظة دائما رح تكون عيني عليك انت عم تسمعيني، وما رح خليك تتنفسي بلا ما اسمح لك، وما رح تحكي بدون اذن مني. ممنوع تتحرك بدون ما تاخدي اذني. يلا احكي، احكي لشوف، احكي اذا بتقدري، احكي لشوف، احكي. بتقدري تحكي؟ ما رح تفكري حتى لحالك، فهمتي؟ سمعتيني ولا لا؟ انا رح فكر بدالك، حتى تفكير ممنوع انك تفكري. انت مجنون بدك تقتلني وانا عايشة؟ شو هاد؟ انت شايلة اسمي، عم تفهمي؟ شايلة اسمي. انت ست متزوجة، فهمي، متزوجة. وحتى لو كان هالشي كذب ما رح اسمح لك توسخي اسمي ابدا. انت وحدة متزوجة ولك، عم تفهمي؟ شو عم تفهمي؟ انت مرتي. جوا كل انسان في اللون الابيض وفي الاسود. كل ما كنت أبيض بتقرب هيك من الأسود أكتر. بتقول إنك ما بتقدر تجرح حتى نملة،